لكل متابعي فقرة سبورت داي من برنامج نسمات زاغروس على زاغروس الفضائية. معكم كوتش رشا الأغا. اليوم راح نتكلم بموضوع جدا مهم للسيدات وأيضا بعض الرجال. كثير من السيدات تعاني من الخفسة، الخفسة اللي هي العضلة النائمة أو غمزات الأرداف. على فكرة موضوع جدا سهل، ولكن إذا التزمتوا بشغلتين اللي هي الغذاء والتمارين اللي راح تشاهدوها أكيد وياي اليوم. الخفسة تتكون من 3 أشياء اللي هي الدهون والعظم والعضلة. أكيد العظم ما راح نقدر نتحكم به لأن هذا الشيء مبني بينا، ولكن نقدر نتحكم بالعضلة اللي هي نزيد الكتلة العضلية، وأيضا ممكن نقلل كمية الدهون أو نزيدها، وهذا كله راح يتم ويانا بالتمارين وبالغذاء الصحيح. تابعوا وياي التمارين القادمة. أول شيء راح تحتاجوه اللي هي المات. التمرين اللي راح أقوم به شوية يكون صعب عليكم بالبداية، ولكن بالممارسة راح يكون جدا سهل. تابعوا وياي يا حبايبي. أول شيء تركنون إيدكم بالطريقة هاي، الرايت سايد من جسمكم يكون بالشكل هذا بشكل L. الشكل الرجل لازم يكون ستريت اللي هو الليفت سايد، وبعدين تحطون إيدكم بالطريقة هاي، بعدين تجون تسوون 1 2 3 4. التمرين هذا يستهدف المافن دب اللي هي الخفسة بشكل مباشر، ولكن يعتمد على التكرار اللي راح تسووه، ويعتمد على عدد السيتات وأيضا التكرار الأسبوعي. هذا راح نتكلم عليه بآخر الفيديو. طبعا لازم يكون هذا التمرين على 2 سايد، كل سايد راح تعملوه 15 مرة، راح تعملوه 3 سيتات. أما الآن راح نقوم بالليفت سايد. طبعا دائما نتذكر إيدنا تكون هيجي ورجلنا تكون ستريت بالبداية. نيجي نفس الشيء نسوي 15 مرة بالسيت الواحد، يعني تحسون إنه دا يصير تغيير على الخفسة، بيكون أكو ضغط على هاي الجهة اللي احنا نريد نشتغل عليها اللي هي ما بين الورك وما بين الخصر. فانتم تسوون هيجي تشتغلون عليها. اما التمرين الثاني فراح نستعمل مطاطات الارجل. تابعوا وياي التمرين. اول شيء لازم يكون نزولنا على الركب، سوي بالطريقة هاي. نجي نستعمل الرجل اليسار اول، 1 رجعها لي ورا، 2 1 2 1 2. هذا التمرين يشتغل على الخفسة وبنفس الوقت يشتغل على الأرداف، يعني يعتبر من التمارين المفيدة جدا لجسم المرأة. هذا التمرين راح تسووه 3 سيتات، كل سيت 15 مرة. هسه تابعوا وياي التمرين اللي بعده من التمارين المهمة جدا للخفسة. التمرين هذا راح تستخدمون به مطاطات الأرجل، ولكن راح تكونون مستلقيين على ظهركم. تابعوا وياي التمرين، تكون رجلكم بالطريقة هاي بشكل هرم، وأيضا إيديكم بشكل مستقيم. راح تجون أول شيء تنامون بالضبط على ظهركم، بعدها تجون ترفعون نفسكم، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تفتحون رجلكم وتشدون على الأرداف، ترجعون مرة ثانية، ترجعون ترفعون تفتحون رجلكم. المطاطات تساعدكم انه انتو ما تفتحون رجلكم بشكل كبير. نيجي خطوة خطوتين مع شد الأرداف، نرجع على الأرض، نرفع نفتح رجلنا، نرجع مرة ثانية على الأرض، نرفع نفتح رجلنا، نرجع نغلقها وننزل على الأرض. هذا التمرين أيضا راح تسووه 15 مرة بالتكرار الواحد، راح تسوون به 3 سيتات. هذا التمرين والتمرين اللي قبله حاولت أقرب لكم بين الأرداف والخفسة على مود تستفادون من التمرين بشكل كبير. تابعوا وياي التمرين اللي بعده حبايبي. أما التمرين هذا فراح يكون الضغط كله على منطقة الخفسة من خلال الأفخاد، ولكن القدم تكون ملتصقة ببعض. راح نستعمل أيضا مطاطات الأرجل، نفتح بالطريقة هاي إلى حد أن نحس أنه المطاط شد للنهاية. راح نسوي هذا التمرين 15 مرة
الكل سيات، الكل فخذ. واكيد راح نرجع نسويه للجهه الثانيه. أما التمرين الأخير أيضاً راح يستهدف عضلة الخفسة، ولكن تمرين شوية يحتاج له مرونة. تابعوا وياي. أول شيء نيجي نوقف بالطريقة هاي، بعدها نيجي نفتح رجلنا، نيجي هيجي ونرجع مرة ثانية نفس الوقفة، نرجع نفتح الرجل اليسار، نرجع بهاي الطريقة، نرجع بهاي الطريقة، نرجع هاي الطريقة. تحسون إنه أكو ضغط على عضلة الخفسة والأرداف بنفس الوقت، كأنه دجلسون ولكن بطريقة المط بالجسم. هاي التمارين كلها تساعد على مرونة الجسم وأيضا تساعد على تكبير الكتلة العضلية. هذا التمرين يشتغل على two sides، left and right. كل جهة راح نسويها 15 مرة، يعني بالسيت الواحد راح نسوي 30 مرة. بالأخير حبايبي، بعد ما شفتوا التمارين البسيطة جدا اللي ممكن تقومون بيها من بيوتكم، راح تسووها 3 مرات أسبوعي. كل تمرين راح تسووه 3 سيتات، كل سيت 15 مرة. راح تعيدون التمارين 3 مرات أسبوعي مثل ما قلت لكم، تمارين بسيطة وسهلة لمدة شهر. بعدها تغيرون سكاجول التمارين مالتكم من خلال البرنامج اللي أنتم تشاهدوه أو من خلال الكوتش اللي يدربكم. أكيد 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 ما راح يتغير جسمكم بس بالتمارين. لاحظوا دائما اتبعوا نظام غذائي صحيح وصحي. راح نغير الكتلة العضلية من خلال التمارين ومن خلال أكل أو رفع نسبة البروتينات بالجسم اللي هي من الغذاء اللي نتناوله. وأكيد ما نقدر نزيد نسبة الدهون، ديروا بالكم تسوون تاكلون دهون معتدلة بنظامكم الغذائي. أتمنى يا رب استفاديتوا من التمارين البسيطة اللي قدمت لكم إياها، وأشوفكم بالحلقة القادمة.